مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر النعمة والسلام للجميع. برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. برحب بكل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال قنوات القرمة المختلفة، وبرحب بكل شخص بيسندنا وبيشجعنا وواقف معانا وبيعضدنا أزمة صعبة على العالم كله، وقت صعب جدا العالم بيجتاز فيه، لكن احنا واثقين في الرب، واثقين أن الرب هيوجد حل ويوجد مخرج لهذه الأزمة وينقذ العالم من هذا الوباء التفشي في العالم كله. بنصلي لأجل الجميع، كل إنسان في كل مكان مهم عند ربنا، ما عندناش محاباة ولا تمييز في صلاتنا، ما نقولش اللهم اشفي مرضى فلان أو مرضى كذا على حساب كذا إطلاقا. رسالتنا رسالة محبة وسلام للجميع، دعوتنا يا دعوة محبة وتسامح وإعلان محبة الله للبشرية. وقت صعب العالم كله بيجتاز فيه، لكن واقفين بنصلي بنسجد قدام الرب، نطلب الرب، نطلب كمان أن الإنسان يفهم الوقت اللي بيعدي فيه ده إيه الدرس اللي تعلمه، ويخرج من الأزمة دي باصص الحياة إزاي، هل هيخرج من الأزمة زي ما دخل الأزمة، ولا منظوره وفكره وتوجهه وطريقة حياته هتختلف. صلي أنه نقدر كبشر نستوعب الدرس ونستوعب ونتعلم حاجة من خلال الأزمة. ما ينفعش أزمة تعدي على حياتنا بدون ما نتعلم منها دروس، وبدون ما نقيم حياتنا ونفحص طرقنا. موضوع النهاردة بيتكلم بشكل خاص، وما زلنا في نفس السلسلة اللي كان بيتكلم عن الطب النبوي. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن أنه انكشف أو ظهر طب محمد ما بين طاعون عمواس ووباء كورونا. يمكن البعض مش عارف يعني ايه عمواس وطاعون عمواس، يمكن البعض مش مطلع قوي على تاريخ الأوبئة، ولا سيما اللي حدثت في منطقتنا في الشرق الأوسط، ولا سيما اللي مست المسلمين وكان نتاج للأوبئة دي اللي انتشرت، آلاف المسلمين اللي راحوا نتيجة لافتراس الوباء ليهم. يمكن البعض يستغرب ان ازاي ما فيش عمرة، ازاي ما فيش الحرم في مكة الناس ما بتدخلوش، والبعض معترض، والبعض بيقول ان ده قرار ما فيهوش ايمان ولازم نفتح مسجد الحرام، وما يعرفوش انه اوقات كتيرة جدا في التاريخ الماضي بسبب الأوبئة وبسبب انتشار الامراض ايضا توقف الحج في مواسم مختلفة، وايضا اصابت الطاعون واصابت الاوبئه الاف المسلمين اللي ذهبوا نتيجه لعدم توخي الحذر وعدم الاستعداد، وعدم انه كان ينصحوا الناس ان ما يجيش للاماكن دي والتزاحم الكتير. موضوعنا النهارده بيتكلم عن انكشف طب محمد من طاعون عمواس الى وباء كورونا. يسعدني ويشرفني بكون برحب بأخونا الشاب العابر السلفي الشيخ السلفي أخونا في المعمودية، أصبح اسمه ميشيل، هو من خلفية إسلامية، سبق وتشارك معنا في حلقات سابقة، وبعتقد البعض عارفه وعارف اختباره وعارف أنه هو من خلفية إسلامية، لكن عشان لما يظهر على الشاشة ونقول له ميشيل محدش يقولك يقول لنا ان انتوا بتمثلوا او بتدعوا ازاي اسمه مشيل وازاي مكتوب عنه الشيخ السلفي العابر. اسم مشيل ده اسم في المعمودية، واخده في المعمودية، لكن هو له اسم اسلامي وهو من خلفية اسلامية. برحب بيك اخي مشيل.
أهلا وسهلا بك أخوي أندرو. سعيد إنك بتشارك معنا في الحلقة النهاردة وموضوع مهم، وزي ما قلت يعني إنه كتير جدا من إخواتنا المسلمين ما عندهمش خلفية خالص عن التاريخ الإسلامي وعن تاريخ الأوبئة اللي حصلت في منطقتنا، ولا سيما في البلاد العربية والبلاد الإسلامية. للأسف إخواننا المسلمين بيعتقدوا بصحة حديث الوارد عن نبي الإسلام محمد إن هو المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وفي الرواية المتفق عليها ما بين البخاري ومسلم اللي بتضيف كمان مكة وبتجعلها من المدن التي لا يدخلها الدجال والطاعون. لكن التاريخ نفسه بيقول وبيذكر حوادث كتيرة قوي إن الطاعون تحديدا وهو بخلاف الأوبئة العامة هي دخلت المدينة محمد ودخلت إلى مكة في أزمنة متفرقة، ولعل أولها وأكثرها ذكرا هو سنة 700. هنيجي للأمور دي دلوقتي أخي مشيل، لكن أنا بس حبيت أرحب بيك وحبيت أقول فكرة عن اللي بيتابعونا، لكن نستأذنك نصلي. من فضلكم، هناك جنود أبطال واقفين في الثغرة بيواجهوا بكل شجاعة العدوى والوباء، متخلين عن بيوتهم، عن حياتهم تسير بطريقة طبيعية، معرضين حياتهم للخطر الشديد. الجنود دول هم أصحاب البلطو الأبيض، أصحاب الرداء الأبيض، الدكاترة، الممرضين، كل اللي بيعملوا في دوائر المستشفيات محتاجين صلاة، محتاجين ان احنا نحطهم قدام الرب ونطلب حماية وحفظ للرب ليهم. ايضا خلونا نصلي لاجل اللي بيشتغلوا في او بيخدموا او بيشتغلوا في الخدمات العامة اللي بيتعرضوا ايضا للوضع الصعب ده، سواء كانوا بيخدموا من خلال الشرطة او الجيش او يعني المستشفيات او الصيدليات او الاماكن المسموح ليها انها تفتح، ولا سيما في البلاد اللي فيها حظر تجوال وفيها عزل وفيها حجر صحي. خلونا نصلي لاجل الاشخاص دول، محتاجين مننا جدا الصلاه، ومحتاجين مننا التشجيع، ومحتاجين مننا ان احنا نطلب حمايه من الرب عليهم. دول الجنود الحقيقيين، دول الدعاء الحقيقيين، مش الدعاء اللي كان يظهروا على شاشات وقنوات الدينية يحرضوا الناس وينشروا الكراهية والبغضة بين الناس اللي كانوا بياخدوا ملايين واللي عايشين في القصور واللي اختفوا دلوقتي. يعني من حسنات كورونا اختفاء دعاة الفتنة، دعاة الكراهية، اختفاء الشيوخ واختفاء الفقهاء واختفاء المحرضين على القتل وكراهية الآخر. دي يمكن حسنة من ضمن بعض الحسنات اللي احنا بنشوفها في الأزمة دي. وأصلي أنه الدولة المصرية بصفة خاصة والدول العربية والإسلامية توجه فيما بعد الميزانيات والأموال الضخمة اللي كانت بتذهب على جامعة الأزهر، اللي كانت بتنفق كل سنة في مصر فوق 17 مليار جنيه مصري من الميزانية العامة في مصر. 17 مليار جنيه مصري كان بيخرج لنا دعاة وشيوخ وأئمة مساجد وناس ما لهمش أي وظيفة غير تكفير الناس وغير نشر الكراهية والبغضة. 17 مليون جنيه مصري أولى بيها المستشفيات. 17 مليار جنيه مصري، بعتذر، ان بيروح 17 مليار على جامعة الأزهر، ده غير التبرعات اللي بتيجي من الدول الإسلامية لجامعة الأزهر. 17 مليار أولى بيها المستشفيات، أولى بيها المصحات، أولى بيها معامل التحاليل، أولى بيها انها تروح وتتخصص في المعامل التحاليل وفي مساعدة الناس اللي بيشتغلوا في العلوم وفي الأبحاث العلمية، مش تروح على مشايخ، ومش تروح على دعاة، ومش تروح على أئمة مساجد يقعدوا يسيطروا على عقول الشباب ويحولوا الشباب إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. أصلي أن الأمر ده يتم أيضا في السعودية. مليارات الريالات السعودية، مليارات الدولارات
اللي كانت بتؤخذ من أموال العمرة وأموال الحج كانت بتذهب على جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هم بيصموا تحت لقب آل الشيخ. قال الشيخ نسبة إلى شيخ محمد بن عبد الوهاب والطرق الوهابية في السعودية، وكانت بتقدم فيما بعد الأسلمة البنات في مصر للقنوات الإسلامية، تدعم من خلال القنوات الإسلامية الجماعات إسلامية، جماعات متطرفة، جماعات إسلامية في أماكن مختلفة، كلها كانت ذاهبة على أو متجهة لنشر الدعوة الإسلامية من خلال الجماعات الإسلامية ومن خلال خطف البنات. أصلي أن العالم النهاردة ولا سيما البلاد الإسلامية ولا سيما منطقتنا العربية يبدأ يعني يواجه نفسه أيهما أولى بالإنفاق. الأبحاث العلمية وبناء المستشفيات والمدارس وبناء مساكن آمنة للبشر وإيجاد طرق آمنة للبشر، ولا الصرف على الجماعات الإسلامية اللي ما بتخرجش لينا إلا دعات القتل والفتنة والكراهية ونشر الإرهاب والقتل وسفك الدماء. خلونا أصلي في مصر حكمة للمسؤولين في مصر، أصلي أن الأزمة دي تعلمهم أن مش الـ 17 مليار يروحوا على جامعة الأزهر، 17 مليار يروح على بناء مستشفيات ومدارس واهتمام بطرق واهتمام بمعيشة الإنسان والاهتمام بصحة الإنسان. ماذا يستفاد الإنسان لما يطلع عالم من جامعة الأزهر يقعد يكفر فيه ليل ونهار ويقعد يقول له ادخل الحمام برجلك اليمين وسمي قبل ما تدخل وقبل ما تطلع ودعاء ركوب الطيران ودعاء السفر ودعاء مش عارف ايه واعمل ايه قبل الجواز، هيستفاد ايه؟ وفي النهاردة اكتشفنا انه المنظومة الصحية كلها في البلاد، كل البلاد منظومة هشة جدا، إلى درجة النهاردة بنتكلم في شهر إبريل وكورونا فيروس يعني اجتاز أو تعدى رقم المليون على مستوى العالم. فين النظام الصحي على مستوى العالم وفين النظام الصحي للبلاد اللي كانت بتبيع بملايين البراميل من النفط يوميا ومن الغاز؟ فين أموالها كلها كانت بتنفق على حساباتهم الخاصة وقصورهم وأبنياتهم وعلى دعم الإرهاب ودعم القنوات الإسلامية وعلى مشروعهم الإسلامي وخطف البنات وأسلمت مصر وأسلمت منطقة الشرق الأوسط وتفرغها من المسيحيين. لعل وعسى الإنسان ينتبه، لعل وعسى الأنظمة العربية تنتبه وتبدأ تحدد أولوياتها. إيه الأولوية عندي؟ الجماعات الإسلامية اللي بتنفق عليها مليارات الجنيهات والدولارات والريالات والدينارات، ولا المنظومة الصحية وحياة الإنسان؟ ماذا سيستفاد الإنسان؟ وأنا عايز أقول كده سؤال قبل ما أدي الفرصة ونصلي ونبدأ حلقتنا النهاردة. لا في جوامع ولا قنوات إسلامية ولا دعاء ولا فقهاء. هل العالم خسر حاجة؟ هل العالم خسر حاجة؟ هل العالم شعر أنه فقد شيء ثمين لما توقفت المنابر الإسلامية وتوقفت المآذن الإسلامية عن إعلان الأذان وتوقفت دعاء المسلمين وجلسوا في البيوت؟ هل خسر العالم شيء؟ هل تأذى العالم من وجود الفقهاء والدعاء في بيوتهم وبطلوا أنه يطلوا علينا بطلتهم دي من القناة الإسلامية؟ أنا شايف وده رأيي الشخصي وأنا مسؤول عنه، أن العالم ارتاح من ضجيجهم، العالم ارتاح من ثرثرتهم، العالم ارتاح من إيذائهم، العالم ارتاح من فتنتهم، العالم ارتاح من فقههم، العالم ارتاح من كل ما كان من شرور يخرج من أفواههم. مش المسلم يفهم بقى دلوقتي ويبدأ يبص بدون تعصب ويبدأ يشوف الأمور بطريقة مختلفة ويعرف أنه لما توقف أو توقف الطواف حوالين الغرفة الحجرية في مكة وتوقفت الزيارات إلى المسجد المسمى بالمسجد النبوي في المدينة وتوقفت الجامعات الجامعات الإسلامية والجوامع والقنوات الإسلامية، لم يتضرر العالم بشيء، لم يخسر العالم أي شيء. وأصلي أن المسلم يبدأ يفهم أن الأولوية الأولى هي للعلم،
للبحث العلمي لمجال العلم، وأصلي أن يفهم المسلم أنه ما يقدرش يستغنى عن الغرب الكافر اللي عمال يكفره ليل نهار، وكان يدعو عليه في كل مواسم الحج والعمرة يتم أولادهم ورمل نسائهم واخرب بيوتهم. النهاردة العالم الإسلامي واقف منتظر أن الغرب يمن عليه باختراع ينقذه من افتراس وباء كورونا. هل وصل المسلم إلى اعتقاد وقناعة أنه لا يمكن الاستغناء عن الآخر، أنه يحتاج إلى الآخر، أنه يحتاج إلى علم الآخر؟ هل وصل المسلم إلى قناعة أنه عليه إلزام أن يحترم الآخر، يحترم أيا كان، يعبد حجر، يعبد شجر، يعبد صنم، هو مش وكيل من الله يكفر الناس ويقتل الناس ويرفع الرايات باسم الله؟ هل وصلت للقناعة دي؟ ولا نخرج بعد كورونا وعندي صورة هبقى يعني أنشرها بعد شوية، واحد حاطط صورة لزغلول النجار ماسك في دي بعض ال أرجو أن هي الصورة دي تظهر. زغلول النجار طبعا أنتوا عارفين مين هو زغلول النجار، غني عن التعريف، بيقول إيه؟ مش عارف يا أخي اتأخروا لي مع أني محضر الآيات. إيه الآيات اللي محضرها زغلول النجار والشيوخ المسلمين؟ أن بعد ما العالم يكتشف مصل أو علاج لكورونا هيطلعوا طبعا، هنبص تلاقي يعني بلوعة واتفتحت وطلعوا وبدأوا يقولوا إيه بقى؟ ده موجود في القرآن، ده تنبأ به القرآن من 1400 سنة، ده قاله النبي من 1400 سنة. هنكلم موضوع كبير النهاردة وهنتكلم في كذا زاوية فيه وهنغطيه وهنفند كل الأكاذيب اللي منتشرة على منصات وصفحات التواصل الاجتماعي اللي بتدعي أن محمد هو صاحب الفضل وهو يعني المعلن الأول عن العلاج من الأوبئة والتحذير من الأوبئة، ونشوف الكلام ده هل نفع المسلمين، هل استنفع أو تنفع المسلمون الأوائل أو المسلمون عبر العصور من ما يسمى بالطب النبوي وما يسمى بأحاديث محمد حول الأوبئة والطاعون. خلونا نشوف الأمور دي كلها، لكن هستأذن أخويا مشيل أن احنا نحني رؤوسنا ونصلي للرب. تفضل أخي مشيل. الآن الصالح محب انتشر، أحمدك لأني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، تسبحك نفسي وتباركك لأجل كل مراحمك التي أفضت بها علي وسترك وجودك وكرمك. أضع نفسي أمامك الآن يا إلهي بقلب منسحق طالب مغفرة على حساب دم فدينا وخلصنا يسوع المسيح، ترفع عنا ما نحن فيه، لأنه مكتوب فإذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة فإنني أسمع من السماء. أمين. 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 أعتذر إن في مشكلة في الصوت جاي من عند أخونا مشيل، معرفش إيه الصوت اللي حصل فجأة حواليه، لكن احنا بنصلي لأجل الأطباء، لأجل الممرضين، لأجل كل اللي بيعملوا في دوائر الخدمات العامة، ولأجل اللي بيعملوا في دوائر المستشفيات الصيدليات. نصلي لأجل العالم كله، مسلم، مسيحي، هندي، هندوسي، أي من كان يعبد، نصلي لأجل بلاد العالم كله أن الرب يحفظ العالم من هذا الوباء الشر. قبل ما أدي فرصة لأخويا مشيل ونبدأ موضوع الحلقة، هذا بوست منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي لواحدة اسمها مريم عبد الله اليافعي، واحدة مصرية كاتبة إيه بقى. شوفوا فكر المسلمين وطريقة فكر المسلمين. كورونا عقاب الله للبشرية على ظلمها، هي المفروض ظلمها كاتبها بالضاد، للبطل الشهيد عالم الفضاء محمد مرسي رحمة الله تعالى عليه، أو رحمه الله تعالى عليه. دي واحدة جماعة الإخوان المسلمين، شوف بتفكر إزاي. ما علينا، نشوف اللي بعديه. هاني الحفناوي دكتور في جامعات مصرية كاتب على صفحته أن كورونا من ضمن نبوات محمد، وأن الإسلام سيغزو العالم كله
وسيأتي ملك الروم. ما عرفش ملك الروم ده لسه عايش في أذهان المسلمين إزاي، مين هو ملك الروم دلوقتي؟ وسيأتي ملك الروم راقعا ساجدا أمام نصرة الإسلام. كاتب بقى إيه؟ دكتور مصري في جامعة مصرية، دكتور كاتب إيه؟ هاني الحفناوي. إيطاليا 110 ألف مصاب، 13155 قتيل، 727 يوميا ذنب الحملات الصليبية. دول المسلمين بيفكروا بالطريقة دي. بيقول تاني هاني الحفناوي، الفيروس لم يجيء بإرادته ولكن جاء بإرادة الله، ونحن لا نريد غير إرادة الله، وقد وعدنا الله ورسوله ونعلم إن هذا هو وقت تحقيق مراد الله، لكي يثبت لأمثالكم أن الكون يدار بواسطة الله لتحقيق مراد الله في ملكوت الله، وبإذنه يكون النصر والعلاء والإعلاء لكلمته ولو كرهها المشركون. وعد الله في كتابه بأنه سيسود الإسلام كل الأديان، وقال الرسول ليدخلن هذا الأمر كل بيت على ظهر الأرض، نبوءة القرآن بسيادة الإسلام. يعني ده مثال ونموذج لطريقة، وده دكتور مش واحد عادي، ده دكتور مش واحد عادي، ومحاضر في جامعات مش واحد عادي، بيفكر بالطريقة دي. وأنا عايز أقول لكم 80% من المسلمين بيفكروا بالطريقة دي. بيقول نفس الدكتور، بيقولي أسبانيا 102 ألف مصاب، 132 ألف مصاب، 9053 قتيل، 589 يوميا ذنب محاكم التفتيش. طبعا هو ما بيقولش المسلمين لما دخلوا الأندلس عملوا إيه، ولا لما دخلوا مصر عملوا إيه. تقريبا كده لسه المسلم عايش في فكره الخاص وفي قوقعته الخاصة وفي سجنه الخاص، أنه المسلمين لما دخلوا البلاد دي واحتلوها من أول مصر لحد الأندلس دخلوا بالورود مش دخلوا بالسيوف. حاجة تاني قبل ما أدي موضوع الحلقة، وصلني كتير جدا جدا من ناس الصورة دي اللي أنا هعرضها قدامكم. دي صورة منتشرة بشكل كتير جدا وبشكل كبير جدا بأعداد ملايين على صفحات التواصل الاجتماعي في العالم العربي الإسلامي. الصورة بتقول إيه؟ إن في واحد إسلامي، كاتب إسلامي اسمه إبراهيم ابن صالوقية، المتوفي سنة 463 هجرية، مقتطفات من كتاب آخر الزمان صفحة 365 لإبراهيم ابن صالوقية. بيقول كده: حتى إذا تساوى الرقمان، وكاتب 2020 بس كاتبها بالإنجليزي، وتفشى مرض الزمان ومنع الحجيج واختفى الضجيج واجتاح الجراد وتعب العباد ومات ملك الروم، لسه عايش في ملك الروم طبعا، من مرض الزقوم وخاف الأخ من أخيه، وصرتم كما اليهود في التية وكسدت الأسواق وارتفعت الأثمان، فارتقبوا شهر مارس زلزال يهد الأساس يموت الثلث. طبعا المسلمين عاملين حفل على ده، وأنا وصلي على الماسنجر وعلى الرسائل عشرات الرسائل من عابرين ومسيحيين يقولوا لي إيه حقيقة الكلام ده؟ هل الكلام ده مظبوط؟ هل في شخص في التاريخ اسمه إبراهيم بن صالوقية؟ زي ما كشفنا أكذوبة نيوزويك المجلة الأمريكية والمقال بتاع الشخص الإيراني اللي كتبه، وفندنا كل الأكاذيب. المسلمين يعشقوا الفبركة ويعشقوا الكذب ويعشقوا أن يستغلوا كل حدث موجود في العالم لتمجيد الإسلام والقرآن وسنة نبيهم والسلف. هم يعرفوا يستخدموا كل حدث موجود في العالم ويخترعوا له أحاديث، يخترعوا له نصوص قرآنية، يخترعوا له فتاوي، يخترعوا له فقه، يلبسوا حاجة على حاجة، يخترعوا آية ويدوروا ليها تفسير جديد عشان يجعلوها متماشية مع الحدث، عشان يقول لك بص القرآن فيه إعجاز علمي، بص سنة النبي فيها إعجاز علمي، بص السلف تنبأ بأشياء. حقيقة إيه حقيقة البوست ده؟ إيه؟ هل في فعلا مؤرخ إسلامي اسمه إبراهيم ابن الصالوقية؟ هل في مؤرخ إسلامي كتب الكلام ده؟ قبل ما نشوف فيديو الدكتور يوسف زيدان وهو بيرد على التخريف دي، أول حاجة تثبت إكذوبة ده استخدام رقم 2020 بالطريقة الإنجليزية أو بالرقم اللاتيني. طيب ده كاتب سنة كام؟ 463 هجرية. لو 463 هجرية
ومستخدم ايه؟ 2020. دي اول اكذوبه، دي اول اكذوبه. ليه؟ لان ما كانش بيستخدموا 2020، كان بيستخدموا 20 بالعربي اللي هي الحروف الهنديه اللي بيستخدمها الوطن العربي. تاني اكذوبه، احنا بنقول ايه؟ ده مكتوب سنه كام؟ 463 هجريه. تاني اكذوبه، سنه 463 هجريه يعني احنا بنتكلم في 1100 وشويه ميلاديه، ما كانش في حاجه اسمها ملك الروم، كانت الامبراطوريه الرومانيه انتهت من زمان، ومفيش حاجه اسمها ملك الروم، ملك الروم المرض الزقوم، مفيش حاجه اسمها مرض ملك الروم. تالت اكذوبه، بيعشقوا الكذب، بيعشقوا الكذب، بيتفننوا في الكذب. تالت اكذوبه، شهر مارس من امتى السلف والمسلمين الاوائل بيستخدموا الاشهر الغربيه، بيستخدموا اشهر مارس. يعني اللي كذب واخترع البوست ده، يا عم ما تعمل 2020، شيل كلمه ملك الروم وحط بابا الفاتيكان، حط اي حاجه، شيل كلمه مارس، حط رجب، حط شعبان، حط رمضان، حط اي حاجه. هو حتى في خيابه في الكذب؟ طب خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع نبدا موضوع حلقتنا، وبعتذر لاخونا مشيل على التطوير. خلونا نشوف الفيديو ده. نتكلم على الكتاب، طبيب عربي قديم اسمه ابراهيم ابن سالوقية، وجايبين يا ريت نشوف على الشاشه اللي الناس بتشوفه على الفيسبوك وتويتر والانستجرام ان ده كلام ابراهيم ابن سالوقية المتوفى سنه 463، انه مقتطف من كتابه اخبار الزمان، وانه بيقول لو تساوى الرقمين 20 و20 يبقى هيحصل بقى مش عارف ايه والدنيا الكلام ده كلام فاضي. اقول ما فيش حد في التراث العربي كله اسمه ابراهيم ابن سالوقية، ولا في الزمن ده المذكور ولا في غيره. وكتاب اخبار الزمان ده حاجه تانية للمسعودي، كتاب علمي. وما فيش حاجه اتفضلوا شو اسمعوا مسلمين، هو ايام 463 هجريه كانت الناس بتستعمل التاريخ الميلادي، مش معقول. بس لو بس 2020 اهو الناس شايفينها، 19 19 الانفلونزا الاسبانيه. دي حاجة أولا، فهنا هو تساوى الرقمان، يبقى 19 19 كانت بتنتهي الحرب العالمية الأولى، وهجمت الإنفلونزا الإسبانية الهجمة الأولى سنة 19 فموتت 20 مليون شخص في العالم. بس الخطورة كانت 1920 في الهجمة الثانية، لا من 40 ل 50 مليون الهجمه الاولى 19 19، وكان يبقى سالوقية مش فنكوش، مفيش سالوقية اصلا. طب ما ده ايه؟ ما راجل النيابه دي سالوقية في التراث العربي، مفيش سالوقية، مفيش حاجه. امال مين؟ هل ده اسم لشخص تاني ولا ايه؟ واحد عبيط كاتب كلام عبيط فقام مسمي نفسه كده، لكن لا وجود له اطلاقا، ولا الكتاب ده ولا في توثيق، لا وجود له ولا في توثيق ولا في شخصية أصلا اسمها سالوقية ده، وكله يعني كذب في كذب وادعاءات كاذبة وفبركة. وبدل ما يكتب يعني 2020 بالعربي كتبها بالإنجليزي، يعني حتى اللي بيزور فاشل في تزويره. زي الأسبوع اللي فات طلعنا قلنا اللي كاتب في مقال مجلة نيوزويك الأمريكية ده شخص إيراني مسلم، وردينا، وبرضه المسلمين مستمرين في نغمة انه شوفوا المجلات الأمريكية، شوفوا العالم الغربي بيعترف ان محمد هو اول من نادى بالحجر الصحي والعدل. دي كلها اكاذيب، وكشفنا ان ما فيش اصلا في الاسلام حديث قاله محمد ابدا اسمه النظافة من الايمان. كشفنا كل ده، وكشفنا انه لو هندعي انه الحجر الصحي طلع منين، الكتاب المقدس لما كان الأبرص يطرد خارج المحلة عشان ما يعديش الآخرين ويعيش في معزل بره خارج المحلة لما تظهر عليه علامات البرص. هو ده العزل الصحي،
وهو ده اللي قاله بعد كده أفلاطون، وهو ده اللي قاله بعد كده أبيقور، وهو ده اللي استخدمه الفلاسفة اليونانية لما شافوا اليهود بيطبقوا فكرة العزل مع الأبرز. نرجع لموضوعنا مشيل. قلت أن التاريخ الإسلامي أو التاريخ عامة، لكن احنا بنتكلم عن التاريخ الإسلامي وعن منطقتنا بصفة خاصة، ظهر فيه كتير جدا من الأوبئة، وانتشر وباء مشهور أنا متأكد أنه 90% من المسلمين ما يعرفوش عنه حاجة، والوباء ده كان تحديدا في سنة 18 هجرية في عهد عمر بن الخطاب، اسمه وباء عمواس أو طاعون عمواس. تفضل يا أخي مشيل. طيب، أولا طاعون عمواس ظهر على أشهر الأقوال سنة 18 هجرية، لكن هنلاقي أقوال المؤرخين المسلمين زي ابن كثير والطبري وغيرهم هم متضاربين في سنة وقوعه. فهنلاقي في البداية والنهاية لابن كثير بيقول إن المشهور وقوعه سنة 18 هجرية، ولكن ذكر أن هناك موتا وقع في السنة التي قبلها، فده أول إشكال في تاريخ وقوع طاعون عمواس. تاني حاجة أشكل على ابن كثير في سنة وقوعه، في حادثة استغاثة عمر بن الخطاب بعمر بن العاص في فتح مصر، تم بيذكر ابن كثير. الصوت راح والصورة وقفت، في مشكلة في النت. خلونا نشوف فيديو رقم واحد للشيخ المغامسي بيقول ايه عن طاعون عمواس، ونرجع نستكمل مع بعض ونشوف. طيب دلوقتي المسلمين بيقول لك بول البعير بول الإبل شفاء، حبة البركة شفاء، الأدعية شفاء، سبع تمرات شفاء، التبرك شفاء، القرآن شفاء. كل المسلمين عددوا لينا سبع حاجات، بيقول حجاب شفاء، وي سبع حاجات أو أكتر من ثمان حاجات تنبأ بها محمد وبتشفي الإنسان أو المسلم من الأمراض والأوبئة. دي رقم واحد. رقم اتنين، محمد قال أنه لو في مدينة دخل فيها طاعون لا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها فرارا منه. وطبعا في مجلة نيوزويك الأمريكية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بيشيلوا كلمة فرارا وبيثبتوا الحديث إذا دخل الطاعون مدينة لا تذهبوا إليها ولا تخرجوا منها، وبيشتبوا كلمة فرارا منه. تعالوا بقى نشوف الكلام ده اللي قاله محمد نفع صحابته، أنقذ صحابته من الموت بالطاعون، ونشوف كم ألف مسلم مات بطاعون عمواس لحد ما نرجع ونعود الاتصال بأخونا مشيل نشوف الفيديو بتاع الشيخ المغامسي. خلونا نشوف. 18 من الهجرة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أصاب المسلمين في الشام طاعون عرف بطاعون عمواس. وعمواس بلدة ما بين الرملة وبيت المقدس، صغيرة جدا. أول ما ظهر الطاعون آنذاك في عام 18 من الهجرة ظهر منها، ثم عم الشام، فسمي طاعون عمواس لأنه خرج من تلك البلدة. هذا الطاعون أصاب الناس، وكان يومئذ الأمير عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ويروى عن عمر أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لنصارى نجران: لابعثن معكم غدا أمينا حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة. والمراد في الخبر بيان منزلة أبي عبيدة. أبو عبيدة جاء الطاعون وهو فيه فاستسلم له، ولما استسلم بعث إليه عمر يطلبه لم يقبل، ثم مات بالطاعون. وجعل الأمر من بعده لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل. ثم إن الطاعون أصاب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أصاب أولا زوجتيه، ثم أصاب ولديه، ثم أصابه. فلما أصابه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، كأنه لم يبقى بعد وقت أن يعطي للناس أمير، أو أنه جعل الإمرة في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. كان كل من أبي عبيدة ومعاذ بن جبل لا يبرح مكانه، ويقول كل فرد منهما إن هذا سنة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، أو شهادة من الله لكم. فيقبل هذا الأمر لأنه يرتقي، يريد أن يرتقي إلى أعلى المنازل. فهم الأشياء يختلف من زيد إلى عمرو، وليس عندما يفهم صحابي رضي الله عنه وارضاه مسألة، ويفهم صحابي آخر رضي الله عنه وارضاه مسألة من وجه آخر. هنرجع نستكمل جزء من الفيديو ده، بس أنا حبيت أوقف لحد كده
وهنرجع نستكمل حاجة، ليه أبو عبيد بن عمرو بن الجراح ما طلعش؟ لأنه استند على حديث محمد، إذا دخل الطاعون مدينة فلا تذهبوا إليه ولا تخرجوا منها فرارا منه، فاستند على الحديث مات. يعني حب يعمل كلام محمد في الحديث ده فمات أبو عبيدة بن الجراح. هل أقوال محمد نفعت صحابته؟ أول من تأذوا من أقوال محمد عن الطاعون صحابة محمد. هل المسلمين بقى عارفين الكلام ده؟ هل المسلمين بيقولوا الكلام ده؟ هل المسلمين بينشروا الكلام ده؟ لا، المسلم يجيب الحديث يروح قاطع كلمة منه فرارا منه ويقول لك شوف محمد أول من نادى بالحجر الصحي وأول من نادى بالعزل. طب اقرأوا التاريخ، أبو عبيد بن الجراح من صحابة محمد ومن العشرة المبشرين بالجنة، مات بالطاعون، طاعون عمواس أو عمواس زي ما بينطق الشيخ المغامسي. ليه؟ لأنه استند على حديث محمد واعتبر أن الطاعون جند من جنود الله، واعتبر أنه ده قضاء وقدر، ودخل جوه المدينة مات. عمل زيه معاذ بن جبل ومات. مين اللي ماتوا من الصحابة بقى؟ اسمع، أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، يزيد بن أبي سفيان، الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، عتبة بن سهيل، وكم واحد مسلم مات؟ 30,000 مسلم مات، 30,000 مسلم مات بالطاعون. لا بقى في نظرية المؤامرة، ولا إن ده حرب بيولوجية، ولا إن ده خدعة صهيونية أمريكية، ولا إن العالم بيتآمر على المسلمين، ولا كان في يهود وقتها، ولا كان في غرب، ولا في أمريكا، ولا 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 ولا، والطاعون ضرب 30,000 من المسلمين. فين بقى سبع تمرات؟ فين بول البعير الإبل؟ فين حبة البركة؟ فين الأدعية المنتشرة دلوقتي اللي بتحمل مسلم من الأوبئة؟ فين فضل الوضوء اللي المسلمين بيقولوا الإسلام علمنا وسيلة من الحفظ من الأوبئة الوضوء، واعتبر الوضوء إعجاز علمي وحدث طب عالمي؟ ما حماش ليه الناس دول؟ ما حماش ليه الناس دول؟ الناس دول ماتوا بالطاعون، والناس دول كانوا على احنا بنتكلم في سنة 18 هجرية. عارفين يعني ايه 18 هجرية؟ يعني محمد مات سنة 10 او سنة 11 هجرية، يعني احنا بنتكلم بعد 7 سنوات من موت محمد. يعني احاديث محمد كانت متداولة وموجودة، وصحابة محمد حافظين الكلام ده. ما عملوش ليه بالكلام ده؟ ما نفعتهمش ليه ولا نفعهم ليه الوضوء وقراءة القرآن وسبع تمرات وبول الإبل وحبة البركة والأدعية وكل الأمور اللي منتشرة دلوقتي؟ ليه ما نفعش أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل؟ الغريبة بقى أن عمرو بن العاص، لأنه كان عنده دهاء وخبث ومكر وذكاء شديد، رمى حديث محمد على جنب وعمل إيه؟ راح واخد الناس وفارر من الطاعون، مع أنه حديث محمد بيقول إيه؟ لا تخرجوا منه فرارا منه. عمرو بن العاص كسر الحديث ورمى الحديث على جنب وراح واخد الناس وطلع فين؟ خارج المدينة على الجبال. نكمل الفيديو ونرجع نستكمل موضوعنا، وبعتذر لأخونا ميشيل معرفش رجع معانا ولا لا. خلونا نكمل الفيديو بتاع الشيخ المغامسي، نفس الفيديو من بدينا ما موقفنا. يسكنوا في السهول والأودية، أمرهم أن يرتفعوا للجبال، ألا الله أن يذهب بهذا الارتفاع بعدهم عن الطاعون وتناقله بين الناس فيخف حتى يذهب بالكلية. فكان الأمر كما فعل عمرو بن العاص، ارتفع الناس إلى الجبال وحموا من الطاعون حتى كان الناس كما فعل عمرو بن العاص وكما أمرهم عمرو بن العاص، هربوا من المدينة ومن المدن ومن الشام اللي ضربها طاعون عمواس. وطاعون عمواس سنة 18 هجرية، يعني بعد غزو القدس وبيت المقدس بأشهر قليلة، بأشهر قليلة اتضربوا. طبعا أنا ما بحبش نظرية ده عقاب وده مقابل ده، أنا بس بذكر تواريخ، بذكر تواريخ وأحداث. اتضربوا، عمل لي فيها أبو عبيد بن الجراح بطل وقال لك الرسول قال ما تخرجوش فرارا مات. عمل فيها معاذ بن جبل بطل وقال الرسول قال ما تخرجوش منها فرارا مات. عمرو بن العاص قال لك بلا كلام رسول بلا بتاع، يلا يا دي انت وهو، لم العساكر والجنود وكل من كان مهاجرا من الشام ومن المدينة وراح واخدهم فرارا وطلع بيهم على
جبال خارج المدينة وساب أهل الشام يموتوا 30,000 ماتوا في طاعون عمواس. نرجع أخونا مشيل، بعتذر ليك، أنا عارف في مشكلة الإنترنت في مصر، لكن اتفضل إحنا معك. أتمنى تكون سمعنا خاندرو. لا في مشكلة، اتفضل. طيب إحنا قلنا أن سنة اختلاف في التواريخ ما بين المؤرخين، لكن في النهاية حصل طاعون عمواس. نعم. في كم ملحوظة على اللي حصل في طاعون عمواس. إن ما كانش فيه حجر صحي زي ما المسلم بيزعم، لأن المنع من الخروج هنا زي ما أنت وضحت تماما إن مش للحجر الصحي، ولكن زي ما بيبين رواية الحديث المتفق عليها من البخاري ومسلم فرارا منه، فهو من باب إيمان المسلم بالقضاء والقدر وإن كل شيء مقدر بيد الله. فهنا مش حجر صحي ولا إعجاز علمي جابه نبي الإسلام. الملحوظة الثانية، جهل أصحاب محمد كلهم خاطبة باللي يجب فعله وعدم علمهم بحديث محمد اللي تفرد بروايته عبد الرحمن بن عوف، وهو كده حديث أحد اللي هو مات أيضا بالطاعون وما نفعهوش علمه بحديث محمد من سابق العهد. في كمان ملحوظات ان اختلاف فعل اصحاب محمد تجاه الحديث، رغم علم عمر بالحديث ووجوب عدم الخروج من الارض الموبوءه بعد سماعه من نص الحديث من عبد الرحمن بن عوف طلب من ابي عبيده الخروج. الروايه الوارده في تاريخ الطبري بتوضح ده. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمى عن محمد بن اسحاق عن شعبة بن الحجاج عن قال اتينا ابا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنه، فلما جلسنا قال لا عليكم أن تخفوا، يعني لا تتجمعوا، فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم. الرواية بقى إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس، فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك، أما بعد فإني قد عارضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فهنا ده فعل عمر نفسه رغم علمه بالحديث ان هم ما يخرجوش من المكان اللي فيه الوباء، لكن طلب من ابي عبيدة الجراح ان هو يخرج من المكان اللي فيه الوباء فرارا منه. يبقى كده بنستنبط ومن هذا الكلام اللي حضرتك قلته يا اخي ميشيل، واحد اكذوبة ان محمد هو اول من نادى بالحجر الصحي، اتنين اكذوبة ان الصحابه كان بيحترموا احاديث محمد، بالدليل ان عمرو بن العاص ما عملش بحديث محمد واللي عمل بحديث محمد مات، يبقى كلام محمد اذى حتى صحابته. بالضبط، حتى لما حسب ما بيروي ابن كثير في البدايه والنهايه استخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال ايها الناس ان هذا الوجع رحمه بكم ودعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وان معاذ يسال الله تعالى ان يقسم لآل معاذ منه حظهم، فطعن ابنه يعني اصيب يعني هو الطعون. جلب بكلامه ودعائه جلب الوباء لنفسه وزوجتيه وابنه. تمام، ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحلته، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقلب ظهر كفه، فلما ما استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فيهم خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه في الجبال. هنا رد بقيت الصحابة عليه زي مثلا منهم أبو وائل الزهري قال له كذبت والله لقد صاحبت رسول الله وأنت أشر من حماري هذا، قال له والله ما أرد عليك ما تقول وأيم الله لا نقيم عليه أي على الطاعون. ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ودفعه الله عنهم. قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمر بن العاص فوالله ما كرهه. إذن هنا عمر بن العاص نفسه كان مقتنع بالحديث ولا كان مقتنع برواية محمد، وفي نفس الوقت عمر بن الخطاب لما بلغوا مخالفة عمرو بن العاص لحديث محمد ما كرهوش وأقروا على اللي هو عمله، بل عمر بن الخطاب نفسه هو كمان كان بيطلب من أبو عبيدة الجراح إن هو يخرج من مكانه ويبعد عن الوباء. مظبوط، هرجع ليك مرة تاني لكن هنشوف فيديو المغامسي
رقم او الفيديو رقم 3 المغامسي. لكن في الاخ مصطفى حيدر: الاسلام ومحمد غصه في قلبك وقلب الاكبر منك، طب ما تدخل تعلمنا الاسلام ايه هو. علاء محمد طبعا سايب الدنيا كلها بيتكلم عن المسيح، وبعد كده ربنا يهديكم ادخل قدم لنا الهدى بتاع الاسلام يا اخ علاء. والاخ مصطفى حيدر والاخ اسامه ميهوب والاخت رنا سعيد، انا اتمنى من كل المسلمين اللي شغالين كتابه، واللي منهم بيشتم، واللي منهم داخل في الانجيل وسايب الموضوع خالص، واللي منهم ما زال بيدافع عن سنه محمد وعن محمد، ادخلوا جاوبوا علينا، ادخلوا جاوبوا علينا. احنا بنقول لك ان الحديث بتاع محمد الخاص بالطاعون اذى صحابته وتسبب في موت كثير من صحابة محمد و30 ألف مسلم في الشام. 30 ألف مسلم في الشام. يبقى نصدق الواقع ولا نصدق كلام محمد اللي كان سبب إيذاء وضرر لكثيرين من المسلمين؟ أتمنى إخواتنا المسلمين يدخلوا يردوا علينا وعلى الكلام اللي احنا بنقوله. شوف الفيديو ده ونرجع نستكمل موضوعنا مع أخونا ميشيل، تفضلوا. في الأمة منها أن طاعونا ظهر في عمواس ثم خفي قليلا. في الحقبة التي خفي فيها الطاعون أراد أمير المؤمنين أن يأتي الشام ومعه رؤوس الناس من المهاجرين والأنصار، حتى إذا أصبح ما بين تخوم الحجاز وما بين الشام عند واد يقال له صرغ، قيل إنه من أودية تبوك وقيل بعد ذلك أي أدنى إلى الشام من تبوك، أيا كان خرج أمراء الأجناد إلى أمير المؤمنين يستقبلونه، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبينما هم كذلك إذ شاع الخبر أن الطاعون ظهر مرة أخرى وأنه بدأ يفتك بالناس فتكا يسيرا قليلا، فاستشار عمر الناس هل يمضي في سفره يكمل يتم أم يعود إلى المدينة، وأدخل الناس عليه رضي الله عنه وأرضاه أفواجا، مشيخة قريش، مشيخة المهاجرين، مشيخة الأنصار، كبار الصحابة بعد ذلك، وهو يسمع من هؤلاء ومن هؤلاء. الأكثرون كانوا يرون أن أمير المؤمنين يعود إلى المدينة ولا يقدم على هذه البلاد التي ظهر فيها الطاعون، وبعضهم قلة رأى أن أمير المؤمنين يمضي، فعزم عمر رضي الله عنه وأرضاه على أن يرجع ويعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. أبو عبيدة كان جريح. أبو عبيدة زنق عمر بن الخطاب، حطه في مزنق، حطه في زنقة. قال له إيه؟ قال له: أنت هتهرب ليه؟ مش أنت جاي عشان تكمل المسيرة للشام؟ أول ما سمعت سيرة الطاعون عايز تعمل الخلف دور وترجع وتسمع كلام القلة اللي قالوا لك ارجع وفر منه؟ أتفر من قضاء الله؟ وكأنه عايز يقول له: هو أنت مش عارف الحديث بتاع محمد ولا إيه؟ لكن النتيجة إيه؟ عمر قال له: لو قالها غيرك. يعني لو قال، لو واحد قال الجملة دي غيرك يا أبو عبيد كنت اتخلصت منه، كنت حسبته، لكن لأنك أنت أبو عبيد بن الجراح واحد من الصحابة مش هعلق على كلامك. اللي حصل عمر بن الخطاب للخلف دور على المدينة وهرب من الطاعون، اتهزم من الطاعون. فين بقى الوضوء؟ وفين الصلاة؟ وفين الأدعية؟ وفين السبع تمرات؟ وفين حبة البركة؟ وفين الرقية؟ فين الحجامة؟ وفين وفين وفين؟ فين الكلام ده كله؟ عمر بن الخطاب ما عملش ده كله ودخل وواجه ليه؟ مش هو خليفة المسلمين؟ مش هو خليفة المسلمين ولا ايه؟ عندك تعليق اخ مشيل، تفضل. انا بس انا كنت نفسي ان احنا ننقل للفيديو بتاع المغامسي نفسه اللي هو بيتكلم فيه عن ان المدينة لا يدخلها الطاعون والدجال، علشان هو نفسه في تعليقه على الحديث بيدلس. طيب فمرة يقول، تفضل كمل وهنرجع للفيديو. اتفضل. مرة يقول ان مفيش نص صحيح ان مكة لا يدخلها الطاعون، في حين ان ثبت عن محمد في بعض الفاظ الحديث انه لا يدخل مكة ايضا، رواه البخاري برقم 1880 ومسلم برقم 1379 عن ابو هريرة
إن محمد قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وفي بعض طرق حديث أبو هريرة المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منهما ملك، والحديث بشرط رجال الصحيحين متفق عليه. طيب، لكن أنا أستأذنك أظهر الحديث لو المخرج يطلع الحديث. حديث على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، الحديث ده في جيف البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. طيب، هل الكلام ده في التاريخ حصل أن لا الطاعون ولا الأوبئة ولا الدجال هيدخلوا المدينة ومكة؟ خلونا نشوف الكلام ده، نسمع لو في تعليق تاني من أخونا مشيل، ونروح نشوف شيوخ المسلمين بيقولوا ايه في الكلام ده. اتفضل. لا، لو على تاريخ دخول الأوبئة والطاعون مكة والمدينة التاريخ كتير، سواء في التاريخ الحديث او التاريخ القديم. ولو ينفع ان انا اقول تواريخ دلوقتي، هنقول مثلا سنة 1814. لا، خلينا نأجل التواريخ دلوقتي عشان المسلم يرتاح على الكلام اللي احنا قلناه. نشوف الفيديوهين ونرجع نستكمل الموضوع، لان انا برضو يعني عندي الكثير جدا من المقالات واللي اثبتت انه الطاعون دخل مكه والمدينه. خلونا نشوف، بلاش فيديو العريفي، الفيديو بتاع اللي بعديه بتاع الشخص اللي بيقول الحديث، وبعد كده المغامسي. اتفضل. الطاعون لا يدخل لا مكه ولا المدينه كما ورد في الحديث الصحيح، كما ورد في الحديث الصحيح. تعلق عليه الحافظ بن حجر على الحديث الصحيح اللي هو في البخاري، أن الحمد لله يعني على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. واسمع لي مزيان، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. كورونا وباء لم يصنف حتى في منظمة الصحة اللي كتسمع ليها أنت مزيان، لم يصنف كورونا، لم يصنف ولا إيبولا ولا سارس ولا الجمرة الخبيثة، ما تصرفوش طواعين. كانت هناك أوبئة، الظاهرة أظن في 794 هجرية كان واحد الوباء، نعم، يعني ضرب في المدينة، ورد الحافظ بن حجر على من سماه الطاعون، قال ليس طاعونا. فعلم الخلاصة، غنعطيك الخلاصة، إن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون وليست محفوظتين من الأوبئة. شوفوا التدليس، محفوظة من الطاعون لكن مش محفوظة من الأوبئة، مع أن محمد لما اتكلم عن الطاعون كان بيقصد الأوبئة. نشوف المغامسي بيقول إيه، ونرجع نستكمل موضوعنا مع الأخ مشيل، وعندي كذا مفاجأة للمسلمين أعرضها عشان، بس خلونا نشوف الفيديو الثاني. كان أيضا نتكلم عن الطاعون من سياق تاريخي وأدبي أيضا. من سياق تاريخي، الطاعون كثر في تلك الأزمنة، وتعرف أن الطب بقدر الله في ذلك الزمن لم يصل إلى موصل، كان محدود القدرة، كان محدود القدرة. فظهر في الشام الطاعون هذا الذي لم يدخل عمر فيه الشام، هذا الأول. ثم ظهر طاعون يقال طاعون عمواس، بعضهم ينسبه إلى قرية اسمها عمواس، الآن هي تحت الاحتلال وقد أذهبت بالكلية. وقال بعضهم إن المقصود بعمواس أنه عم وواسع، لكن الأول أقرب. ثم ظهر طاعون، وهذا الطاعون طاعون عمواس هو الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. ثم ظهر طاعون آخر في الحجاز في زمن ابن الزبير، وهذا مات فيه خلق كثير، حتى قالوا إن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات له في هذا الطاعون الذي أصاب الحجاز في زمن ابن الزبير 73 ابنا كلهم ماتوا. وأنس رضي الله عنه وارضاه كان كثير الولد، كثير الأبناء والبنات لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو اللهم بارك له في ماله وولده. فمات 73 من أبنائه في الطاعون الذي عدد مهول كان جدا، فكان في الحجاز. ثم وقع طاعون كذلك آخر سمي بطاعون الفتيات، لأنه أول ما بدأ بالعذارة بالبنات، بالعذارة الفتيات اللواتي لم يتزوجن بعد، فسمي بطاعون الفتيات ومات فيه خلق كثير. ثم ظهر في البصرة سنة 87 تقريبا أو أكثر طاعون يسمى طاعون الجارف، وطاعون الجارف هذا سمي بالجارف لأنه كان يجرف الناس كما يجرفهم السيل. وقد قالوا أنه كان يقدم في اليوم الواحد للصلاة أكثر من 1000 جنازة
نسأل الله العفو والعافية، أكثر من 1000 جنازة في اليوم الواحد. بقي إشكال آخر عند العلماء وهو أنه ورد، لننتبه للكلام، يعني أهل التاريخ يقولون أنه في عام 49 و700، يعني باللهجة التي يعرفها الناس 749، وقع طاعون في مكة ومات فيه خلق كثير، وهذا عند العلماء فيه إشكال. أين الإشكال؟ انتبه. أنه هل مكة يدخلها الطاعون أو لا يدخلها؟ فأما المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخلها المسيح أي الدجال ولا الطاعون، فالنص في المدينة محفوظ مرفوع واضح إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا نعلم نصا صريحا في مكة، يعني نصا صريحا صحيحا لأن الطاعون لا يدخل مكة لا أعلم في هذا. بعض العلماء يقيسها على المدينة وينتصر لهذا الرأي ويقول إن الطاعون لا يدخل مكة، ما دام لا يدخل المدينة هم يرون أنه لا يدخل من باب أولى لكن الحق لا يوجد نص صريح. وإن كنت يعني لا أقول إن الطاعون يدخل مكة، أنا أقول لا يوجد نص صحيح صريح في أنه لا يدخلها. وقد يكون هذا الذي مات الناس فيه شيء من الوباء غير الطاعون، قد يكون شيئا سمي الطاعون، يعني سمي الطاعون تجاوزا، لكنه مشيل. تفضل. تدليسه طبعا هو أول حاجة دلس إن هو بيقول إن ما فيش رواية صحيحة بتقول إن مكة زيها زي المدينة في دخول الطاعون، في حين إن الرواية موجودة في البخاري ومسلم بتقول إن مكة والمدينة على أنقابهما الملائكة يحفظانهما من الدجال ومن الطاعون، فهو كده أنكر رواية صحيحة موجودة في الصحيحين اللي هم عند المسلمين السنة أصح كتابين بعد كتاب الله. تاني حاجة، هو اعتمد على رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني بس في إنكار إن الطاعون اللي كان سنة 749 كان وباء وما كانش طاعون، في حين إن ابن الوردي نفسه في الكتيب بتاعه أو الرسالة الصغيرة بتاعته النبأ عن الوباء ذكر فيها إنه كان طاعون نصا وإنه انتشر في معرة النعمان وغيرها من مناطق سوريا وامتد لغيرها من البلدان والمكة والمدينة وتوقف الحج فيها. أعيد بس اسم الرسالة دي، موجودة على الانترنت، اللي يقدر عاوز يعمل سيرش عليها، النبأ عن الوباء لابن الوردي. وابن الوردي نفسه انت مات فجأة وكتابه ده توقف ما كملش نتيجة إصابته بالطاعون وهلاكه بسببه. ده الوباء اللي دخل مكة والمدينة، أو الطاعون اللي دخل مكة والمدينة سنة 749، وبيعتمد فيه المغامسي على رواية في الطعن فيه على اللي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني، وبينكر تصنيف مؤرخ حضر الطاعون بنفسه وتوفي على أثره وسماه طاعون، وغيرهم من المؤرخين المسلمين اللي ذكروا أن اللي حصل في سنة 749 كان طاعون. طيب، أنا عندي بس رواية يعني مفاجأة، مكتوب كده في البخاري حديث 2643 عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا زريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه. كلمة زريعا معناها سريعا. طيب، إزاي المدينة الملائكة واقفين على أنقابها وأبو الأسود الدؤلي بيقول أتيت إلى المدينة وقد وقع بها مرض وهم الناس اللي جوه المدينة يموتون موتا زريعا؟ يبقى فين حديث محمد؟ فين حديث محمد اللي فيه جيوش أو صف من الملائكة على أنقاب المدينة، على أبواب المدينة وحدود المدينة وطرق المدينة، حافظين المدينة من الطاعون والأوبئة والدجال؟ فين الحديث يا جماعة؟ فين الكلام ده؟ الحاجة الثانية، هستكمل موضوعنا حوالين تواريخ الأوبئة. يعني في مؤرخ اسمه ضياء العنقاوي، ده كاتب في بوابة الأهرام إن وباء الكوليرا ضرب مكة المكرمة 16 مرة في العصر الحديث قادما من الهند، مؤكدا أن في موسم الحج سنة 1883 كان الحجاج يبلغون ما بين 80 إلى 100 ألف. اللي يقدر يروح لبوابة الأهرام هيلاقي المقال ده. الحجاج كان من 80 إلى 100 ألف حاج، وقد انتشرت الكوليرا، وده وباء جوه مكة وفي الحجاج وجوه المسجد اللي في مكة،
وبلغ عدد الوفيات ما بين 25 إلى 30 ألف بعد مرور الأسبوع الثالث يعني في 3 أسابيع على موسم الحج. اتفضل أخي ميشيل. بس تنبيه للمشاهد بس عشان هم ما يعرفوش، ممكن ما يعرفش ان الكوليرا هي الطاعون. ايوه كويس ان انت قلت الكلام ده عشان اخواتنا. اتفضل. في هنلاقي في تواريخ تانية انتشر فيها الطاعون جوه بلاد الحجاز كامله. سنه 1814 مات حوالي 8000 شخص جراء تفشي الطاعون في بلاد الحجاز، وده ادى لتوقف الحج في سنه الطاعون. سنة 1837 خلال فترة الحج برضو انتشرت الأوبئة واستمرت حتى سنة 1892 على فترات متقطعة، وكانت الفترة دي بتشهد موت 1000 حاج يوميا. وكالة الأناضول ذكر تفاصيل بالزبط. الحادثة وبمصادرها. وما بين سنة 1817 و 1824 ظهر الطاعون وعرف باسم كوليرا أسيوية، واندلع من مدينة كالكاتا الهندية عشان ينتشر في كل أنحاء جنوب شرق آسيا للشرق الأوسط وشرق أفريقيا ويدخل على بلاد الحجاز. وتفشي المرض دوت ما نفاش إن هو يدخل بلاد الحجاز، وفي الفترة دي مات آلاف من الحجاج في الوباء اللي انتقلت عدواه من بؤرة وجوده في شرق وجنوب آسيا لطرق الحج ومكة، لدرجة ان مصر في سنة من السنين ما بين 1831 ل 1840 اضطرت ان هي تروح وتعمل حجر صحي في الطريق ما بين مكة والمدينة، وتم ايقاف الحج. التاريخ ده بيبين تكذيبا ان احاديث محمد ومتون الشيوخ عن عدم دخول الطاعون للبقاع المقدسة بتاعتهم زي مكة والحجاز كلها احاديث كذب، لان التاريخ والمصادر كلها بتبين ان الحج وقف ومات الاف من الحجاج وحصل الوفيات في مكه والمدينه مخالفه لعصمه مكه والمدينه كما روى محمد، وكما يثبت من خلالها انه لم يكن نبيا صادقا وانما حدث بما لم ياتي به الله بل حدث من نفسه. الغريبه يا ميشيل انه صحابه محمد شافوا واكتشفوا اكذوبة الاحاديث بتاعته، وده حدث وقع 100% في ابو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعمرو بن هشام وكل الاسماء اللي احنا ذكرناها من شوية، والثلاثين الف اللي راحوا والالاف اللي كانت بتموت في المدينة، وكشفت اكذوبة محمد وكشفت تخاريف واكذوبة النصائح الطبية اللي قدمها محمد على انها طب نبوي تحمي الانسان المسلم من الاوبئه والامراض. المسلم ما بيقفش عند الامر ده، ما زال بيدافع وما زال بيبرر وما زال بينكر الاحاديث وما زال مستمر وشايف ان محمد قدم خدمه للعالم، الحجر الصحي والعزل والطب النبوي وكل الكلام ده كله، مع انه محمد نفسه جاز فيه السحر ومات بالسم، مع أن صحابة محمد ماتوا في الأوبئة، مع أن يعني الحج اللي هو البيت بتاع الكعبة في مكة الحجاج اللي هم رايحين يزوروا ويطوفوا حوالين الكعبة ماتوا بالوباء. يعني المسلم عايز إيه تاني من الأدلة اللي احنا بنقدمها؟ أكذوبة طب محمد، أكاذيب كلامه، أثبت أن كلامه كله ليس له أساس من الصحة، سواء صحابته ماتوا، الطب فشل بتاعه، المدن اللي قال ان الطاعون مش هيدخل ليها ولا الدجال هيدخل ليها، المدن دي اتأذت، الكعبة اتأذوا جواها. ايه اللي بيحتاجه المسلم تاني عشان يطلع من انه نصب نفسه وحط نفسه مجرد مدافع عن محمد؟ مهما تقدم له أدلة ومهما تقدم له من توثيقات، ما زال المسلم يرى ان العالم بيتآمر على المسلمين، وان العالم الآن اكتشف عظمة محمد ونصائح محمد والعزل والحجر والوضوء والطهارة وكل الكلام ده كله، مع ان احنا بنسبة العكس وبنسبة ان كل ده أكاذيب، وما زال المسلم مجند نفسه للدفاع عن شخص كاذب. تقول ايه للمسلمين اللي بيفكروا بالطريقة دي يا اخ مشيل وانت مسلم سابق؟ اتفضل.
هنقول اللي قالته كلمة الله في سفر التثنية، وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان، يعني بطغيان من نفسه، كذب من نفسه تكلم به النبي، فلا تخف منه. ده هو الزيج الإلهي والميزان اللي الله حطه، إن اللي بيجي بيتنبأ باسم الله ويقول نبوة، النبوة دي إما إن هي تحصل، ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث، يبقى هنا هو نبي كاذب. طب واحد اسمه محمد سعد كاتب: سيدنا محمد لم ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. طيب وحي يوحى لما اتكلم عن فوائد السبع تمرات، وإن السبع تمرات تحفظ الشخص من السم والسحر وتسحر، يا أخي محمد سعد ويا أخي مشيل وإنت مسلم سابق، نصدق كلام محمد ولا نصدق السحر اللي وقع في جسمه وأصابه؟ في البعض يقول 3 شهور، والبعض يقول 3 سنين، والبعض يقول سنة، وكان مصاب بالتخيلات والتهيؤات إلى درجة أنه كان يهيأ له ويتخيل أنه يأتي زوجاته ولم يكن يأتيهن. نصدق مين؟ نصدق القرآن اللي بيقول عنه أنه لا ينطق عن الهوى، ولا نصدق الواقع اللي تم فيه لما فتى وقال 7 تمرات يحفظه المسلم من السحر وهو اتسحر، وقال يحفظهم من السم وهو تسم ومات مسموم؟ أيهما نصدق يا جماعة؟ تفضل. المشكلة مش في سحر محمد أنه هو كان يهيأ له أنه هو يأتي زوجاته ولا يأتي، المشكلة أنه هو ده ممكن ينسحب كمان على الوحي نفسه، لأنه هو أنا كده في مطعم في عقلية محمد، وما ممكن أن يطرأ على محمد. فاللي يتخيل إن هو بيعمل حاجة وما بيعملهاش، سهل جدا عليه إن هو يتخيل الوحي وما يكونش فيه وحي، زي ما ورد كمان إن هو كان بيسمع صوت صلصلة أجراس، واللي حواليه ما همش سمعين أصوات لصلصلة الأجراس. المسلم ما بين أمرين، ما بين إن هو يصدق إن محمد اتسحب وان تمر المدينه ما نفعهوش اللي هو بيعصم من السحر، دي واحده. الثانيه ما بين ان هو يصدق ان محمد اتسحر فالقران كاذب، لان القران قال والله يعصمك من الناس. فين العصمه وهو اتسحر وكان بيهيئ له ان هو يفعل الشيء ولا يفعله؟ فين العصمه وهو مات بالسم؟ فين العصمه وهو في احد اتصاب وشجت رباعيته وكسرت ثنيتاه؟ فين العصمه؟ فين؟ هنا في تناقض ما بين قرانك وما بين اللي حصل في حياه محمد. فانت اديني دليل على ان نبيك زي ما انت بتقول وما ينطق عن الهوى، وان هو الله يعصمك من الناس. طيب مفيش عصمه. اشكرك، وهعرض دلوقتي هيكون معنا تليفون الاخ ايهاب، وكنت اتمنى ان المسلمين اللي عمالين يكتبوا يدافعوا يدخلوا يردوا علينا. في محمد حسن عبد الحميد عمال يكتب ويقول روحوا لاحمد سبيع وروحوا لمش عارف مين. يا عم نروح ليه؟ اللي عايز حاجه يجي لنا، التليفونات على الشاشه، اللي عايز يرد على كلامنا يجي لنا. ليه احنا نروح لهم قنواتهم؟ احنا بنتكلم وبنقدم دلائل. اللي عايز يناقشنا اهلا وسهلا، اللي عايز يرد علينا من شيوخ المسلمين اهلا وسهلا، ارقامنا ظهر على الشاشه، نحن نقدم حقائق. في واحد اسمه يحيى رحيل بيقول انه الرسول ما سحرش وده افتراء مننا واكذوبه مننا. طيب خلونا نشوف الحديث ده هيكون معروض على الشاشه. الحديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه، حديث متفق عليه في اعلى درجات الصحه، واتفق جميع علماء المسلمين وجمهور المسلمين على صحة هذا الحديث. ده مش كلامي يا يحيى رحيل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، فأتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل اللي هو محمد؟ قال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. وقال: ومن طبه ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. مشاطة يعني الشعر اللي وقع منه أو مشاقة.
وجف طلعت ذكر، يعني جف في جوه قلب نخلة. قال فأين هو؟ فقال في بئر ذروان. فخرج إلي النبي ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت استخرجت؟ فقال لا، أما أنا ما عرفش يطلع السحر طبعا، أما أنا فقد شفانا الله. ده الحديث يا عم، احنا بنجيب حاجة من عندنا. الحديث مروي بكذا رواية. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام 5763 عن أبي عن عائشة، سحر رسول الله رجل من بني ذريق يقال له لبيد بن الأعصم أو لبيد بن الأعصم، أيا كان النطق أو الرواية، حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. احنا مش بنجيب حاجات من عندنا. أرجو الأخ يحيى رحيل اللي كاتب الرسول ما تسحرش يقدم لي الدليل، احنا قدمنا الدليل، هو يقدم لي الدليل ويدخل يتصل بينا ويقول لنا هذا هو الدليل على أن محمد نبيه لم يسحر ولم يجوز فيه السحر. أخ إيهاب أهلا بيك، سلام المسيح. سلام المسيح يا أخ أندرو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين وتحياتي للأخ مشيل، وبقول له مبروك على نور المسيح. الحاجة الثانية، اسمح لي أناشد كل المسيحيين في كل العالم أنهم يرفعوا صلاة أن ربنا يرفع هذا الوباء عن العالم، وأنهم يعضدوا قناة الكارما وكل قنواتنا المسيحية، وخاصة في ظل إغلاق الكنائس الآن لأنها تكاد تكون المنبر الكرازي الوحيد هي هذه القنوات المسيحية. فبناشد الجميع أنهم يعضدوا ويساهموا في تعضيد القنوات المسيحية عشان دي مهمة جدا. أمين. دي حاجة. الحاجة الثانية خاندرو، يعني أنا بسأل إخواتنا المسلمين، أنا ما فيش صيدلية سواء في مصر أو في أي دولة عربية أو إسلامية دخلتها ولقيت فيها بول بعير أو لقيت فيها قسم كده خاص بتاع الميديسن أو الدواء الإسلامي أو الحاجات الخاصة بالطب النبوي. فأنا مش عارف ليه إخواتنا المسلمين يعني ما فيش صيدلية فيها هذا العلاج، وليه إخواتنا المسلمين لما هم مأمنين بكلام رسولهم ليه ما يطبقوش هذا العلاج، وليه ما كل ليه ما فيش ما لاقيش واحد مسلم كده يصحى الصبح وياخد شب بول بعير عشان ويجرب هذا الموضوع. وادي الجمل وادي الجمال زي ما بيقولوا. فأنا بناشد الجميع، يعني لا إما تؤمنوا يا إما تكفروا، لكن أنتوا يعني ما عرفش ده نوع من الشيزوفرينيا ولا إيه. وربنا يهدي الجميع وينور عينين الجميع. وشكرا يا أخ أندرو على برامجك الجميلة وعلى قناة الكارما اللي برامجها يعني جميلة وكرازية، وتحياتي للجميع. شكرا جدا أخ إيهاب. نرجع ليك يا أخي مشيل، اتفضل لو عندك تعليق. طيب الأخ مشيل طلع وهيرجع، اتفضل أخي مشيل. أنا معك بس اتفضل. للأسف أنا ما سمعتش كل اللي قاله أخونا إيهاب. اتفضل. فمعلش لو هو بيقول يعني المسلمين لو كانوا واثقين في نصايح محمد وطب محمد ليه ما بندخلش الصيدلية نلاقي كوب كبير مكتوب عليه بول للإبل أو بول البعير ويتباع ويتداول بين يد المسلمين وياخدوه على أنه الشفاء حسب نصيحة محمد. اتفضل. ده بالظبط، حتى يعني بلاش نروح نرجع بعد 1400 سنة، خلينا الفعل صحابته نفسه. صحابته نفسهم هم ما عملوش اللي هو قالوا بخصوص حديث الطاعون. احنا لقينا عمرو بن العاص فر وطلع الجبال، عمر بن الخطاب نفسه رجع على المدينة وطلب من أبو عبيدة الجراح ان هو يفر زي ما هو فر. بقيه الصحابه ما طبقوش فعله على مر الازمنه. اما بالنسبه للطب النبوي ففين مثلا طب السبع تمرات؟ ليه مثلا ما لقيناش عصمه اصحاب محمد من الطاعون، وان هم اللي بياخد سبع تمرات من تمر المدينه ما بيصيبوش داء وما بيصيبوش مش عارف ايه؟ ليه ما حصلش ده كله؟ ليه مثلا المسلمين ما دام هم عندهم الثقه دي في حديث محمد ليه ما يبطلوش الادويه؟ وليه ما بيجروش ورا الغرب دلوقتي ومستنيين دلوقتي علاج كورونا
من الغرب الكافر، وما يخترعوش هم الأدوية بتاعتهم، الحبة السوداء اللي هي الشفاء من كل داء، بلاش بول الإبل. ليه ما بيعملوش ده؟ فدي أسئلة المفروض أكون المسلم يردن عليها. إذا كنت أنت بتقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ليه ما تعمليش الطب النبوي؟ ليه ما تستخدمش الطب النبوي في كل مصادرك؟ فأنا مستني رد الأخ المسلم عليه. طيب تقولي للي عمالين يكتبوا وبيدخلوا يكتبوا الحمد لله على نعمة الإسلام. هقول إن زي ما قال بولس الرسول: إله هذا الدهر قد أعمى أذهان كل غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد يسوع المسيح. وأنا كنت زيهم في وقت من الأوقات، أنا كنت بعتقد إن الإسلام ده هو الدين الخاتم، وإن هو القرآن هو كتاب منزل من عند الله. لكن أنا بناشد كل أخ مسلم هو سمعنا دلوقتي وشايفنا وبيتابعنا على سواء على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا كلها، أقول له هات قرآنك وطلع شخص محمد وطلع شخص المسيح لكل المجد، وقارن بين ده كنبي وده كنبي، وشوف ده صفاته ايه وده صفاته ايه. القرآن لم يكسر ان ينسب للمسيح يسوع خطية، ولكنه ذكر خطايا محمد في كل مراحل حياته. انت منتظر المسيح كعلامة من علامات الساعة، ولا تنتظر محمد كعلامة من علامات الساعة. انت ايمانك كمسلم ان المسيح مازال حيا حتى الان، وايمانك ان محمد مات. فلو كنت تنتظر شفاعة محمد، فبالاولى والاقدر ان كان محمد يبقى كامل. هرجع نستكمل فكرة الحمد لله على نعمة الاسلام، لكن ناخد تليفون معنا الاخ كمال. تفضل، اهلا بيك اخ كمال. شكرا يا أخ أندرو، شكرا جزيلا جدا على المجهود الممتاز اللي بتبذله علشان تقدم الحاجات دي لينا. وكمان أحب أهني الأخ العابر ميشيل على النعمة اللي الرب شمله بيها. أخ أندرو، الحقيقة ما بسمع الكلام ده وأنا بتألم جدا جدا، لأن كل يوم أنا ومراتي لما بنصلي للوباء اللي منتشر في العالم كله، بنصلي للعالم كله، بنذكر العالم كله، مش بنقول المسيحيين فقط، ده احنا بنذكر حتى بلاد بالاسم: إيران، إندونيسيا، باكستان، كل ده بنذكره كل يوم يا أخي أندرو. فأنا بتألم لما هم يعني شايف صورة تفشي في ان الحاجات دي بتحصل، مع انه هو منتشر برضو في البلاد الإسلامية. بس المداخلة بتاعتي بسرعة جدا، لو حضرتك تفتكر في سنة 2004 كان سنة صعبة على الهيروكينات في أمريكا هنا. فيها كان كذا هيروكين، مش فاكر الأسامي أو بس تقريبا آيفين أو شارلي. وكان في خسائر فادحة يعني في 2004، وكان طلع الشيوخ الإسلام بالذات في مصر بيقولوا إن كل ده بسبب إن دي دول الكفار والكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده، وكانوا مبسوطين جدا ان في ناس كتيره ماتوا خسائر في الارواح. في سنه 2005 بالضبط في ديسمبر 2005، لو حضرتك تفتكر السونامي اللي وقع على العالم، من اندونيسيا بس اكبر بلد اسلاميه في العالم، فوق ال 200 الف مسلم فقدوا حياتهم في السونامي. طب ايه النقطه بتاعتي؟ النقطه بتاعتي بقول المسلمين، الإخوة المسلمين، حاسب على كلامك، علشان الرب إله أحياء مش إله أموات، بس بياخد نوتس. لو أنت بتفرح في موت غيرك، لو أنت بتفرح في كرسة غيرك، حاسب على كلامك علشان اتعلم من التاريخ. ممكن اتكلم في الموضوع ده كتير جدا، بس ده بس اللي أنا حبيت أقوله، إن حاسبوا على كلامكم يلي بتتشفعوا وبتتشفوا في مصايب غيركم، لأن التاريخ ممكن يعيد نفسه، وأرجو لا يعني. شكرا يا أخي. شكرا جدا، وأنا معك في نفس الفكرة يا مسلم. قبل ما تشمت في اللي بيحصل في إيطاليا زي الأخ اللي كتب ده،
أو بيحدث في ألمانيا أو في أسبانيا أو في أمريكا أو في نيويورك قبل ما تشمت وقبل ما تفرح حاسب، لأنه لما يجي الأمر عليك بتفكر فيه إزاي. المسلم عنده تفسيرات لكل الأمور، الإسلام علمه أن يفسر كل الأمور ويتعامل مع كل الأحداث. لو حاجة حصلت عنده يقولك ده ابتلاء، ابتلاء للأمة عشان ترجع لله. لو حاجة حصلت في غيره ده عقاب من الله عشان بيقاوم الإسلام وانتشار الإسلام. يعني هو في كل الأحوال عنده أجندة تفسيرات خاصة، عنده تحليله الخاص، عنده قراءته الخاصة للحدث. المهم أن يفضل الإسلام في نظره عزيز، ويفضل الإسلام في نظره عالي، ويفضل الإسلام في نظره يعني هو الدين الوحيد وهو الدين المقبول عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هو ده نظرية المؤامرة مع الشيشة في دماغه، نظرية العقاب للآخر موجودة عنده باستمرار، ونظرية الابتلاء لو اتزنق موجودة عنده. أو يقول لك الله بيعاقب الحكام المسلمين لأنهم فسدوا وبطلوا يطبقوا الشريعة الإسلامية. المهم المسلم نصب نفسه وعين نفسه، أصبح المسلم شغله الشاغل التبرير لمحمد، الدفاع عن محمد، تكذيب الآخرين، تجميل الإسلام. العبارة الشهيرة هؤلاء لا يمثلون الإسلام، العبارة الشهيرة كذب المحللون وصدق محمد. هو عايش في القوقعة دي، عايش في عالم نفسه، عايش في طريقة تفكيره. أخ مشيل قبل ما نختم الحلقة، لو تقدر تقول لي المسلم بيشوف أنه في نعمة في الإسلام إزاي، وترد عليه في حوالي دقيقتين ثلاثة لو أمكن. المسلم بيشوف النعمة في الإسلام، بيقول الحمد لله نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الطهارة، في حين أنه هو بيشوف أن غير المسلم هو حد مشرك. لو كلف خاطره وقرأ قانون الإيمان المسيحي هيعرف أن أول لفظة موجودة في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد. لو كلف خاطره ان هو يقرا عن اليهود هيعرف ان في حاجه عندهم اسمها يا اسرائيل الرب الهنا اله واحد، اللي هي الصلاه اللي موجوده عندهم اللي هي بتتسمى بصلاه الشماع، شماع اسرائيل، ادوناي الهيم، ادوناي احد. فيعني هو فاكرين ان هم الموحدين الوحيدين في الدنيا، رغم ان قران نفسه بيشهد لهم ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن منهم بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يهتدون ولا هم يحزنون، ان بيشهد عن اهل الكتاب ان هم شرعتهم سليمه، وان هو طلب منهم تطبيق شرعتهم، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. انا بطلب منه ان هو يفتح قران ويشوف القرآن قال إيه عن أهل الكتاب، قال إيه عن المسيح. الطهارة اللي هو بيشوف إن هي بتميزه عن غيره، ما كلفش خاطره ويشوف هل الطهارة دي بتدفعه إن هو يطهر قلبه ويطهر خارج الصفحة زي ما هو بيطهر داخل الصفحة كمان. هل هو من بره مبيض ومن جوه عظام وكل نجاسة زي ما قال المسيح لما بيشبه اليهود، بيقول لهم أنتم من الخارج قبور مبيضة ومن الداخل عظام نتنة. هل أنت عندك طهارة القلب؟ هل أنت فاكر من كام أسبوع أو من شهر لما أنت شمت في الصينيين وقلت إن هم دول علشان مش عارف عملوا إيه؟ هل أنت مدرك دلوقتي أنت بيحصل إيه في دولك العربية ودولك الإسلامية؟ هل أنت ضامن كمسلم مصيرك في اليوم الأخير؟ شكرا. هل أنت عارف رايح فين؟ شكرا، ربنا يباركك، وفيت وكفيت ورسالتك واضحة، وشكرا ليك لأجل كل طرح طرحته، وأصلي من أجلك ومن أجل كل ظروفك ومن أجل خدمتك. تقدروا يعني اللي حابب يتواصل ويعرف أكتر من أخونا ميشيل يقدر يتواصل معايا، وأنا أوصلكم بالأخ ميشيل. كلمة لكل إخواتنا اللي بيشاهدونا، مسيحي كان، مسلم، لا ديني، أيا كنت شخص، كان انتمائك إيه، معتقدك إيه، فرصة في زمن كورونا أن نمتحن كل شيء،
نمتحن خرافات، نمتحن معتقداتنا، نمتحن أدياننا، نمتحن شكل إيماننا، نمتحن إنسانيتنا، نمتحن كل شيء. من فضلك ما تخليش الوقت ده يعدي بدون ما تتعلم درس، وما تخليش الوقت ده يعدي عليك بدون ما تقيم وتحط كل حاجة كنت بتعتقد فيها قدامك وتمتحنها. اطلع من الحدث ده وانت عندك درس جديد، عندك فكر جديد، وانت غربلت كل الافكار اللي كنت بتعتقد فيها قبل كده، غربلت كل الشعائر اللي كنت بتقوم بيها قبل كده، غربلت كل الاحاديث والايات اللي كنت عمال تكررها. فرصة للامتحان، فرصة للتقييم، فرصة للفحص، لعل وعسى انك تلاقي طريق حقيقي يقودك الى الاله الحقيقي. الله حضنه وقلبه ويده مفتوحة وممدودة للجميع، بينادي على الجميع. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل بطريق ورجل عينه الله أقامه من الأموات مشهود له، قدم برهان على حياته وإيمانه، وقدم برهان على أنه الطريق الوحيد لخلاص الإنسان من الله هو قيامته من الأموات، وهو حي. المسيح الحي اللي انت بتنتظر مجيئه يا مسلم، ومش عارف ليه انت مش بتنتظر محمد. كان بالأولى ليك انك تنتظر محمد ان يجي يتمم دينه، ما تنتظرش واحد تاني. لكن المسيح اللي انت مؤمن انه حي، والحي أعظم وأبقى، وهو اللي بيسمع وهو اللي بيتفاعل من الميت. الميت ذهب إلى أصله، لأنكم من تراب وإلى تراب تعودون أو ترجعون. لكن الحي موجود، يقدر يسمعك، يقدر يتجاوب معاك، يقدر يتفاعل معاك. الحي هيجي تاني، وقبل ما يجي تاني فكر، تعديش الأمور مع كده وخلاص. ما تقولش هو جاي يكسر صليب، يعني هو المسيح مزنوق أن يكسر الصليب، لازم هو يجي عشان يكسر الصليب ويقتل الخنزير. يعني هل عقولنا وقفت يعني بطريقة أن نعتقد أن الله هيجيب المسيح وطلعه عشان يجيبه تاني يكسر الصليب ويقتل الخنزير؟ لا، المسيح جاي عشان يقول للعالم كله أنا هو الطريق، زي ما جه وقال كده أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي للأب. هيجي يعلن الإعلان ده، فتوب وارجع، قيم، امتحن، افحص، أوصل، فتش، ابحث عشان توصل للطريق الصحيح. بعتذر لأجل التطويل، وعلى وعد بنعمة الرب نلتقي الأسبوع القادم، موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر على قناة القرمة. وأصلي من أجل استمرار الرسالة واستمرار عمل القناة. شكرا جدا، والرب معكم. مش كافر، مش كافر، أنا مش كافر، مش كافر، مش كافر، أنا مش كافر. لأنا مخدوع أو بخرف أبدا، ولا عقلي سافر سافر. بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني، حبني ومات علشاني ومش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير، أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر.